زي ما نحكي بشكل عام عن الفريكونسي ريسبونس ميثودز، عندي اي سيستم لينير سيستم هذا له 2 بورت، هذا له 2 بورت لينير سيستم، 2 بورت يعني في له انبوت بورت والاوتبوت بورت. كون هذا السيستم لينير سيستم معناها اذا دخلت له ساينوسويدال انبوت ساينوسويدال اجينست تايم لازم يطلع معي ساينوسويد، لكن الاختلاف بينهم بكون الامبليتيود بيختلف ما بين الانبوت والاوتبوت والفيز عندي. ولو كررت العمليه هاي لفريكونسيز مختلفه بديت اغير الفريكونسي، طبعا بدي اغير الفريكونسي واستنى لا يوصل ستيدي ستيت، بغير الفريكونسي وبستنى لا يوصل ستيدي ستيت. بعد ستيدي ستيت كونديشنز بعمل تسجيل للامبليتيود او الجين. الصحيح هون المفروض انا احط الجين، رح يختلف عندي الامبليتيود بس انا بهمني الجين، الجين ما بين الاوتبوت والانبوت. فالجين عندي راح يكون الاوتبوت مثلا اذا كان فولتج على انبوت فولتج او اوتبوت ديسبيسمنت على انبوت ديسبيسمنت او اوتبوت كرنت على انبوت كرنت حسب ايش الكوانتيتيز اللي انا عمالي بتحكم فيها من هون. اذا هذا اجيت عملت له بلوت اجينست فريكونسي بقدر اجي اسجل هون، يعني هون راح اغير الفريكونسي يا اما بتكون الفريكونسي العاديه او بتكون الراديال فريكونسي، وباجي اجينست هاي الفريكونسي بسجل الجين اللي موجود عندي هون. فبسجل الجين والجين راح يكون لوغاريتميك سكيل من هون، وهذا راح يكون لوغاريتميك سكيل من هون. لوغاريتميك سكيل بستخدم لوغاريتميك سكيل لانه بسمح لي اخذ فيري لارج دايناميك ديفيشنز، فممكن اتعامل مع فيري فيري لارج كوانتيتيز بنفس الوقت اللي بقدر اتعامل فيها مع فيري سمول كوانتيتيز. لو جيت سجلت مثلا هذا كان فرضا فيرست اوردر سيستم، راح اصير اغير الفريكونسي، وعند كل نقطه بغير الفريكونسي وبراقب بطلع قديش الجين ما بين الانبوت والاوتبوت. لو فرضنا هذا كان انبوت فولتج واوتبوت فولتج، بقسم الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج حتى اطلع الجين. هذا الجين هون راح يكون مش لوغاريتميك، بعدين باخذ 20 لوج هذا الفولتج، هلا راح نشوف ليش. فباخذ هون 20 لوج في اوت على في ان، وهذه اللي هي وحدتها ديسيبل. اذا جيت عملت هيك راح يكون عندي مثلا فرضا ناخذ سيستم زي هيك، راح الاقي انه الجين معظمه هون راح يكون زيرو. زيرو دي بيز معناها الانبوت مساوي الاوتبوت. لوج الواحد ايش بتساوي؟ زيرو. لوج رقم اكبر من واحد شو بتصير؟ بوزيتيف. لوج رقم اصغر من واحد بتصير؟ نيجاتيف. او حتى بشكل عام لوج الواحد بشكل عام لاي بيس، اوكي؟ لاي بيس. لوج العشره للبيس 10 بتعطيني واحد، بس لما بوصل عند واحد لوج اللي اكبر من واحد بوزيتيف واللي اقل من واحد نيجاتيف، اوكي؟ عندي هون. وهلا هذا اذا باخذ نفترض هذا هون 20 دي بيز مثلا، هاي فانا اجيت صرت اخذ نقطة نقطة. طبعا هاي لاحظوا بقدر اعملها اكسبيرمنتلي، اوكي؟ ما بقدر انا اطلع موديل اكسبيرمنت، بقدرش اطلع ترانسفير فانكشن اكسبيرمنتلي بشكل مباشر، لكن بقدر اطلع بودي بلوت اكسبيرمنتلي. بقدر ولا لا؟ طبعا بقدر. بدخل على المختبر بجيب السيستم، اذا كانه الكتريكال سيستم بجيب فانكشن جنريتر، بحط الفانكشن جنريتر على البرايمري او على الانبوت بورت، عفوا على الانبوت بورت تبع هذا السيستم، بعطيه ساينوسويد وبتاكد طبعا انها كلين ساينوسويد فري فروم هارمونكس، بحطها على فريكونسي معينه، بستنى للاوتبوت يعمل سيتلينج، ما بدي ترانزينتس، وبشوف قديش الامبليتيود تبع هاي والامبليتيود تبعت هاي، بقسمهم الاثنين على بعض بعطيني الجين. فبقول لي عند هاي الفريكونسي هذا النتورك له خصيصه معينه عند هاي الفريكونسي، مش كل الفريكونسيز زي بعض، الفريكونسيز الثانيه بتعامل معها بشكل مختلف. بتسجل الاوتبوت على الانبوت للتو كوانتيتيز، بتاخذ لوج 20 لوج الجواب، بعطيك الجين ان دي بي. اجين اوف زيرو معناها ما في عندي لا امبليفيكيشن ولا اتنيويشن، اجين اوف مور ذان زيرو معناها عندي امبليفيكيشن، اجين اوف ليس ذان زيرو معناها عندي اتنيويشن. بس انا ما بهمني بس الجين، بهمني كمان الفيز، والفيز مهم هلا راح نشوف ليش. لانه الفيز راح ياثر على ستابيليتي، هلا بنشوف كيف بياثر على ستابيليتي. فاذا هون عندي بدخل انبوت ساينوسويد براقب اوتبوت ساينوسويد، انبوت ساينوسويد اذا هذا السيستم لينير، وزي ما احنا مفترضين لينير، راح يطلع معي كمان ساينوسويد، ما بصيرش يطلع معي
ويف فورم ثاني من نفس الفريكونسي، لها نفس الفريكونسي. هون لازم يكون كمان سيم، لازم يكون الانبوت والاوتبوت يطلع معي سيم فريكونسي، ولا هذا بطل لينير نتورك. اذا كانوا لينير نتورك معناه لما بدخل له فريكونسي معين الاوتبوت يكون نفس الفريكونسي. تمام، بسجل الهاي وبسجل الفيز انجل. الفيز انجل هل هي ليدنج ولا لاجنج؟ هل ممكن الاوتبوت يكون ليدنج؟ ممكن. ممكن يكون الاوتبوت يكون لاجنج؟ ممكن. فالزاويه ممكن تكون بلس ممكن تكون ماينس. اذا بدك تكمل السكيل من هون كانك تحط بلس 45 ديجريز بلس 90 ديجريز. كل واحده من هذول بتمثل بوينت. فلو جيت هون رسمتها هاي يمكن يطلع شكلها مثلا فرضا زي هيك. هاي مع هاي هم تو ريزلتس، تو اكسبيرمنتال ريزلتس انا حصلت عليهم. تو اكسبيرمنتال ريزلتس اللي حصلت عليهم من اني حطيت ساينوسويدال سيجنال على هذا السيستم، قست الجين، وجدت انه الانبوت مساوي للاوتبوت، فطلع معي 20 لوج الفي اوت على في ان بتساوي 1، فاللوج تبعها بيساوي 0 و20 في 0 بتعطيني 0. وبعند نفس النقطة هاي وجدت انه في زاوية، في لاج بسيط، فمش زيرو، فمش ان فيز. هدول جيت حطيتهم على اوسيلوسكوب فقدرت اقيس الفيز ديفرنس بينهم، هاي لقيت نقطة. هاي هون اخذتني حوالي 3 دقايق مثلا لعملتها. بعدين ايش برد بعمل؟ باجي بنتقل لفريكونسي ثاني، الفريكونسي الثاني بعمل نفس الشيء وبلاقي الجين الفيز، باجي عند هاي الفريكونسي، باجي عند هاي الفريكونسي وهكذا بيكتمل معي كل الخط من هون. بس اتذكر انه هذا الخط من هون او هذا السكيل هون لوغاريتميك سكيل، فراح تكون هذه هون مثلا ديكيدز، الديكيد هو ضرب فيه 10، فبتكون عندي هاي مثلا اف 1 وهاي 10 اف 1 وهاي 100 اف 1 الى اخره من هون. هذا لوغاريتميك سكيل، وهذا لوغاريتميك سكيل بس عدلنا عليه كمان انه اخذنا اللوك تبع الجين وضربناه في 20 عشان تكون اليونتس ان ديسيبل. إذا أخذت أي نتورك ووصفته بهذا الشكل فأنا وصفت الكاركترستيكس تبعته كاملة، وهذا أبروتش مختلف تماما. الفريكونسي ريسبونس ميثود لهم أبروتش مختلف تماما عن الإس دومين اللي كنا نشتغل بالإس دومين والكومبلكس بلين، كومبلكس إس بلين أو كومبلكس فريكونسي بلين. هناك كنا نشتغل بطريقة مختلفة، كنا نحكي عن إس، وإس بتشمل جي أوميجا وبتشمل سيجما، مظبوط؟ لما كنا نحكي إس الكومبلكس فريكونسي بتشمل سيجما زائد جي أوميجا، مظبوط؟ هون أنا بحكيش غير عن جي أوميجا. بحكي عن بس الفريكونسي الراديال فريكونسي، هون ما بحكيش عن سيجما ال اي تو ذا سيجما تي اللي هي الجروث الترانزيت ريسبونس اللي بصير عندنا. ففكره كل الفريكونسي ريسبونس ميثودز هذا بالذات اسمه البودي بلوت بالنسبه للعالم بول، بدا يشتغل فيه على الفريكونسي ريسبونس على الامبليفايرز. كان بده ينقل سيجنال مسافات طويله، حتى يقدر ينقل سيجنال مسافات طويله لازم يعملها امبليفيكيشن كل فتره. حتى يعملها امبليفيكيشن للامبليفاير هذا بده يكبر السيجنال، بس كان عنده مشاكل، بصير في مشاكل بالساتوريشن وانه الجين بده يغير الجين. فمن كل هذا المجال نشأت فكره الفريكونسي ريسبونس ميثود، وهذا اللي اسمه البودي بلوت. البودي بلوت هو بلوت اجينست فريكونسي، اي فريكونسي راديان او اوف الجين، جين بلوت هون فيز بلوت. وميزة الفريكونسي البودي بلوت ون اوف ذا ادفانتجز كان بي ديرايفد اكسبيرمنتلي، واحيانا بنقول امبيريكلي. ممكن احصل على هذا الموديل امبيريكلي، وممكن طبعا احصل عليه اناليتيكلي، بس ميزة رئيسية اني بقدر احصل عليه empirically.